أهلا بكم مشاهدينا في هذا الموعد الإخبارية يأتيكم مباشرة من قناة السابعة. إذن تلعب في هذه الأثناء مباراة المنتخب الوطني الجزائري ضد منتخب نيجيريا في إطار مباريات نصف نهائي كأس أمم إفريقيا. هذا وقد نظم المركب الرياضي محمد بوضياف بالجزائر العاصمة مشاهدة مباراة الجزائر. الحديث عن الموضوع تلتحق معي من ملعب 5 جويليا زميلة أسماء بالعسل. أهلا بك يا أسماء. أهلا بك زميلي محمد شريف. نحن هنا متواجدون بملعب 5 جويليا بالعاصمة، حيث توافد آلاف الجماهير في الملعب لمشاهدة مباريات الخضر ضد نيجيريا في إطار تصفيات النصف النهائي. هذا الحدث تمكن من جمع عشاق الخضر وكذا العائلات الجزائرية من خلال تنصيب شاشة عرض عملاقة من أجل مشاهدة المباريات، كما نتمنى الفوز للمنتخب الوطني الجزائري إن شاء الله. شكرا. شكرا جزيلا لك يا أسماء بالعسلة، كنت مباشرة معنا من المركب الرياضي محمد بوضياف بملعب 5 جويليا بالجزائر العاصمة. هذا وسلوى فيكم بالمزيد حول الموضوع في المواعيد الإخبارية اللاحقة. منتخب الوطني العائد من بعيد مشوار الفريق الوطني في هذا التقرير. مسار المنتخب الجزائري في كأس إفريقيا بات من المفاجآت المدوية، وهو الذي عاد من بعيد مقارنة مع الدورة السابقة. أين كان سقف الطموحات؟ التأهل إلى الدور الثاني. ربان السفينة جمال بلماضي عرف من أين تؤكل الكتف، وقدم كتيبة المحاربين إلى نصف النهائي بتأهل وبالعلامة الكاملة في مجموعة ضمت أعتى المنتخبات الإفريقية، وهي السنغال مرورا بغينيا وكوت ديفوار، وبأداء مقنع وبأحسن هجوم ودفاع في الدورة رفع من سقف الطموحات لحد العودة بالكأس من أرض الكنانة. فرغم إصابة يوسف عطار وإنهائه الدورة مبكرا، إلا أن أشبال بالماضي عازمون على رفع التحدي أمام نيجيريا والمرور إلى النهائي، ولما لا العودة بالكأس. فهل سيفعلها محاربو الصحراء؟ فحظ موفق للمنتخب الوطني. هذا وقد تأهل منتخب السنغال إلى مباراة النهائي من تصفيات كأس أمم إفريقيا بتغلبه على الفريق التونسي. في موضوع آخر، أمر المستشار المحقق بالمحكمة العليا اليوم الأحد بإيداع وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي الحبس المؤقت بتهم تتعلق بسوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مشروعة وغير مستحقة وتعارض المصالح ورشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية وتبديد الأموال. ومن جهته أمر قاضي التحقيق لدى محكمة شراجة اليوم الأحد بإيداع ابن وزير العمل الأسبق غازي الحبس المؤقت، حيث تم تحويل المعني إلى حبس القليعة، بينما لا يزال التحقيق متواصلا مع الوزير السابق محمد غازي في نفس القضية. أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني اليوم الأحد حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني 5 إرهابيين بولاية باتنا كانوا في صدد تنفيذ مهمة تفجيرية ضد المتظاهرين عبر مناطق مختلفة من الوطن، وذلك باستخدام عبوات متفجرة. وتجدر الإشارة أن الإرهابيين 5 حسب التحقيقات التي دارت معهم اكتشفت أنهم لم يكونوا ضمن أسماء الإرهابيين المبحوث عنهم. وفي موضوع آخر إلى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، حيث ألغت الوزارة الوصية على التعليم العالي تخصصات عدة همشت بها الأساتذة القائمين عليها، وعلى غرار شعبة العلوم السياسية وبعض الطلبة الذين يريدون التوجه لها بعد تحصلهم على شهادة البكالوريا. التفاصيل مريم بنجدي. علم التوثيق، علم التراث، حقوق الإنسان، العلوم السياسية، التربية البدنية، علم المكتبات وغيرها من التخصصات الأدبية ألغيت من الجامعات الجزائرية تحت ادعاء أنها تخصصات فقدت استقطابها للطلبة بالدرجة الأولى، وأنها لا تخدم الوظيفة العمومية مستقبلا لعدم احتوائها على أي صلة بالاقتصاد الوطني. قناة السابعة استقبلت بعض الباحثين في علوم الإعلام والاتصال والعلوم السياسية، وحددوا بعض النقاط التي يجب أن تتوفر في الجامعات الجزائرية، وأن الحل لا يكمن في إلغاء تخصصات قائمة بذاتها والتي أخرجت شعلة من الأساتذة والسياسيين. تبقى مسألة التوظيف هي المسألة الحساسة التي تحدد توجهات الطلبة. دفعتي كان فيها 500 وحدة، لكن لاحقا صرنا نرى أنا ما أعتقد أن صرنا حملة تجاه التخصص. هل من المعقول أنه طالب يصل يعني إلى 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 طور الدكتوراه ويبقى يبحث عن وظيفة؟ عذر أقبح من ذنب.
هذا ما عبر عنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حين أرجع عملية توافد طلبة على بعض التخصصات عمل الأساتذة والكليات، ومن حقهم رفض كل تخصص لا يضمن لهم مناصب شغل بعد التخرج، ليبقى مستقبل المتخرجين الباحثين على التوظيف مجهولاً. وفي أحوال الطقس، حذرت مصالح الأرصاد الجوية من موجة حر عنيف تضرب الولايات الجنوبية، وشملت كل من ولاية تندوف، بشار، البيضة، الأغواط، غردية، الجلفة، بسكرة، خانشلا، وتبسة. وحسب البيان فإن درجة الحرارة ستتراوح بين 40 و47 درجة مستمرة يوما كاملا. ومع ارتفاع درجات الحرارة يتزايد إقبال المواطنين على استعمال المكيفات الهوائية، إلا أن الكثير يجهل مخاطر الاستخدام المفرط لهذه القنابل الموقوتة. شمس الدين سهيلي وقف لنا على واقع هذه الظاهرة وعاد بالتالي. الإفراط في استعمال المكيفات الهوائية وغياب الثقافة الصحية لدى البعض يسبب العديد من الأمراض التنفسية والصدرية وغيرها، وهو ما يجهله أغلب المستخدمين. الكليماتيزور يفو ديتيليزي جينيرالمون كونت يل في ترو شو. كاين ناس ما تعرفش تستعمل الكليماتيزور، ما تعرفش العواقب تاعو اللي تتنجم على الكليماتيزور. باش ما يجبدش، خاطر الكليماتيزور يجبد لك يجبد الهواء بارد، لافريشير ينشف الكور تاع بنادم. ينصح الخبراء لتفادي هذه المخاطر باتخاذ عدة إجراءات وقائية، منها كأن لا يكون الفرق بين درجة حرارة المسجلة في المكيف الهوائي وبين درجة حرارة الجسم كبيرة، كما تحذر أغلب الدراسات العلمية من التعرض للمكيفات الهوائية إن كان الشخص مبتلا سواء بالعرق أو بالماء. ويبقى استخدام المكيفات الهوائية ثقافة يجب أن يتحلى بها كل فرد لتجنب العديد من المخاطر، وحتى لا يتحول الهواء العليل المنعش إلى وسيلة تهدد الصحة. يقبل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام على تطبيق شائع يدعى فيسأب حتى يحولوا ملامح وجوههم إلى هيئة تقدم في العمر، تقول صوفيا بوخالفة. انتشار تطبيق شائع هذه الأيام يدعى فيس أب يحول ملامح الوجه إلى هيئة شابة أو متقدمة في العمر. صارت المنصة المجانية الأولى على آيفون في أستراليا ونحو 20 دولة أخرى. ما يقارب من 700 ألف شخص يقومون يوميا بتحميل التطبيق. يعتمد على خاصية الذكاء الصناعي، ثم يقدم هيئة متخيلة لما يمكن أن يصبح عليه وجه الإنسان في عمر متقدم. موضوع آخر، هل يناسبكم مشاهدين مذيع أخبار يعمل بنظام الذكاء الاصطناعي؟ هو روبوت يقدم الأخبار والبرامج؟ إن كان الجواب بنعم فالصين ماضية في ذلك. أسماء بلعسلة. أعتقد أن المنافسة ستشتد بيننا وبين رجال الآليين مستقبلا، مما يهدد مهنة الصحافة. بهذا نصل لنهاية هذه النشرة، فحظ موفق للمنتخب الوطني، يلتقي بكم غدا بإذن الله، إلى اللقاء.